شريان إثيوبيا على حافة النار، وعاجل بيان حكومي يحبط مؤامرة الوقيعة بمصر وكويت، والحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات، وست اتهامات تلقي بحنين حسام في السجن النساء. أنشر لحضراتكم التفاصيل وصدمة تفاصيل وفاة طالب ثانوية عامة أثناء امتحان الفيزياء. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، والفرصة الأخيرة لأبي أحمد، شريان إثيوبيا على حافة النار. وسعت جبهة تحرير شعب تيجري نطاق المواجهة العسكرية مع الجيش النظامي الإثيوبي والميليشيات المحلية الموالية له، وفتحت جبهة جديدة في ولاية عفار المجاورة لتيجري بعد 8 شهور من القتال المتواصل بين قوات الجبهة المتمردة والجيش الإثيوبي النظامي. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن قياديين بجبهة تحرير شعب تيجري إن قوات الجبهة تقاتل الآن في ولاية عفار التي تعد نقطة عبور رئيسية للبضائع الواردة إلى إثيوبيا من جيبوتي، وهي بذلك تحتل أهمية اقتصادية بالغة بالنظر إلى كون إثيوبيا دولة حبيسة لا تطل على أي بحار. أوضحت الجبهة أن الهدف من العمليات القتالية في عفار هو صد وردع المجموعات المسلحة الموالية لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتي قاتلت إلى جانب الجيش الإثيوبي في تيجري قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية بعد استعادة الجبهة السيطرة على معظم مناطق الإقليم بما فيها عاصمته ميكيلي. وأضافت الصحيفة أن توسع نطاق المواجهة بين جبهة تحرير شعب تيجري والجيش الإثيوبي خارج إقليم تيجري ينذر بتصعيد عسكري خطير وإطالة أمد المواجهة بما يؤثر على استقرار إثيوبيا ووحدتها الوطنية. المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجري قال في تغريدة على تويتر: جيش تيجري يواصل مسيرته، إن معركتنا ليست مع إقليم أمهرة أو عفار أو الشعب الإثيوبي المقموع، وإنما مع أبي أحمد. وقال زعيم جبهة تحرير تيجري لرويترز عبر هاتف يعمل بالأخبار الصناعية في وقت سابق إن قوات تيجري موجودة في عفار، وقال إنهم يعتزمون استهداف قوات من منطقة أمهرة المجاورة التي تقاتل نيابة عن الحكومة. قال المتحدث باسم حكومة ولاية عفار المحلية إن جبهة تحرير تيجري سيطرت على أجزاء من الإقليم الأسبوع الماضي. وضح إن أعمال القتال أجبرت نحو 54 ألفا من سكان الإقليم على ترك منازلهم. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز طبعا، يعني إثيوبيا مشتعلة الآن، أو يعني فضل الله تكة وتنهار وتتحول لحروب أهلية يعني قاسية جدا على إثيوبيا وعلى الاقتصاد الإثيوبي، وداعمة لقضية سد النهضة لصالح مصر والسودان. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. انتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل بيان حكومي يحبط مؤامرة الوقيعة بمصر وكويت. كشفت الحكومة المصرية عن مخطط للوقيعة بمصر وكويت، حيث نفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج جملة وتفصيلا ما تم نشره حول تدخل وزارة الهجرة في موقف إنهاء إحدى الشركات لعمل عدد من المصريين بكويت خلال الفترة الحالية، أو ما نسب من تعليقات بشأن قوانين داخلية تخص دولة الكويت. السفيرة نبيلة مكرم أهابت بحسب بيان بكافة وسائل الإعلام توخي الحذر وتحري الدقة في كل ما ينشر أو يتم تناوله في هذا الأمر، والالتزام الكامل بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الهجرة فقط، والانتباه لما اعتاد عليه البعض لتعكير صفو علاقات الشعوب بادعاء تصريحات ثم الرد أو التعليق عليها رغم عدم صحتها من الأساس، الأمر الذي يعد وسيلة من وسائل حروب الجيل الرابع عبر نشر شائعات وإحداث حالة بلبلة. وطلبت وزارة الهجرة رواد السوشيال ميديا مراجعة الصفحات الرسمية المتاحة للوزارة والتروي والاطلاع قبل التعجل بإصدار أي ردود فعل. مصدر معنا كان من الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر،
وننتقل مع بعض الخبر آخر. والحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم نشره من أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات تزامنا مع تعديل أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأنباء. أكدت أنه لا صحة لزيادة تعريف الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين. قالت أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسيرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، مشددة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريف الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السيرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مناشد المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط www.facebook.com/sotakmasmwo أو الاتصال بالخط الساخن 15330. يعني حضرتك لو لقيت سواق ميكروباص أو سواق تاكسي على تعريفة الركوب أو تعريفة التوصيل، فحضرتك يا إما تتوجه للموقع اللي أنا يعني ذكرته من شوية أو تتصل على 15330. مصدر معانا كامل الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وست اتهامات تلقي بحنين حسام في سجن النساء. وبعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات، كشفت صحيفة اليوم السابع التهم التي واجهتها فتاة التيك توك أمام المحكمة. شملت التهم التي ألقت بحنين حسام في السجن النساء والتي تلقتها من محكمة الجنايات أنها دعت فتيات لغرف مغلقة مقابل دولارات، وأنها دعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بأحد التطبيقات. ومن التهم أيضا أنها استغلت أزمة الوباء لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها والإتجار بالبشر واستغلال الفتيات بزعم توفير فرص عمل لهن. ومن التهم الأخرى أن فتاة التيك توك حرضت على الدعارة بأن دعت الفتيات إلى مجموعة تسمى لايكي الهرم. والتهمة الأخيرة أنها استغلت طفلتين بأن سهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات التي تدعو للفسق والفجور. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت حنين حسام ومواد الأدهم وآخرين بعد ثبوت اتهامهم بالإتجار في البشر بالقضية المعروفة إعلاميا بفتيات التيك توك، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200,000 جنيه، وباقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات وتغريم كل منهم 200,000 جنيه. قبضت قوات الأمن المصرية على حنين حسام لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200,000 جنيه وهي موجودة حاليا في السجن. مصدر معنا كان من صحيفة اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل. خطوات جميلة جدا من القضاء المصري ومن الحكومة المصرية ضد يعني الفسق والفجور. يعني الكلام ده ما ينفعش يخش بيوتنا، عندنا إخواتنا أمهاتنا بناتنا، ما ينفعش يشوفوا أو يتعلموا من الأمثال السيئة دي، يعني الحاجات اللي هم بينشروها أو يعني تستقطب إخواتنا أو بناتنا شيء سيء جدا وشيء مشين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر أخير معنا، وللأسف صدمة، تفاصيل وفاة طالبة ثانوية عامة أثناء امتحان الفيزياء. توفت طالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية قفر بالمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية أثناء دخولها امتحان الفيزياء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز منوف يفيد بوفاة منار ميم سين 17 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات،
وبعد الكشف عليها وجد أنها لا تعاني من أي شيء، وكانت الوفاة طبيعية أثناء دخولها لجنة الامتحان. وجاري نقل الطالبة إلى مستشفى منوف العام، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخترت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، ربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.